لو راجعنا مباريات الأهلي والزمالك في هذا الموسم في أرقام كثيرة، الأهلي يتلقى أهداف في آخر 15 دقيقة من اللقاء، الزمالك بيتلقى أهداف في أول ربع ساعة. هذه الأرقام مؤثرة في النهائيات ولا النهائي الفاينل صفحة جديدة؟ I think statistics they always represent the reality. الإحصائيات تعكس الواقع إلى درجة حد ما. ما تقوله هذه الإحصائيات صحيحة. ولكن كل مباراة كرة قدم هي قصة لحالها. وبالتالي هذه الأرقام أتمنى يمكن أن يحللها ويدرسها الدارسون المدربون وأن يركزوا على بعض العمل الذي يجب أن يقوموا به. فعليك أن تعمل كما قلت من قبل على المدرب أن يعمل على أين هو قوي وأين هو ضعيف لمحاولة إخفاء نقاط الضعف من جهة. وأظن أن في مثل هذه المباريات لا يمكنك أن تنتبه إلى كل التفاصيل، لأنك إذا خص فرضا إذا مضيت 5 ساعات مثلا في إعداد مباراة عادية و50 دقيقة لإعداد النهائي فأنت تذهب إلى التفاصيل، تتطرق إلى كل شيء لأن هذا تاريخ، وبالتالي عليك أن تركز على تفاصيل عديدة جدا، عليك أن تضع كل شيء على الطاولة. وهذه الأرقام مهمة وهم يعرفونها أيضا. لكل بلد وصفة معينة أو شكل للعبة كرة القدم، إيش انطباعك عن طريقة اللعب في الكرة المصرية؟ لا أعرف وأريد أن أستكشف الأمر صراحة، أريد أن أتعلم منكم، أنا أريد أن أستمع إليكم وأتعلم. ما أعرفه إلى حد الآن هو أن الشغف موجود لنا إلى درجة الجنون، والمواهب متوفرة، فإذا ذهبت لأفريقيا فلا تبحث عن من فاز بكأس أفريقيا أو من فاز بآخر كؤوس الأبطال الأفريقية وغيرها، فأنت تركز على ما هو واقع، وهو بالتالي كرة القدم المصرية. هناك مهارات، هناك فنيات وانضباط تكتيكي، هناك أسلوب خاص، هناك تحديد لهوية اللاعب المصري. ليس الجميع مثل محمد صلاح، محمد صلاح استثنائي فهو من أفضل 5 لاعبين في العالم ولا نقارنه بأي أحد، ولكن اللاعبين الآخرين الذين يأتون إلى أوروبا هم جيدون، وكرة القدم في مستوى عالي من الجودة، هذا ما نكتشفه. فالكثير من اللاعبين أظهروا طريقتهم، وقبل 20 سنة من الآن كان لدي صبري في بنفيكا، لم يكن صلاحا لكنه كان موهوبا، كان فنيا، رجله اليسرى كانت رائعة جدا. هناك شيء ما في اللاعب المصري يميزه.